السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي. اليوم سأريك طريقة للحصول على مجموعة من الوظائف خارج إذا كنت خارج أمريكا. هذه الوظائف تكون داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يمكنك الحصول عليها ولو كنت خارج أمريكا، سواء في الدول العربية أو غيرها من الدول العالم. إذا للتقديم إلى هذه الوظائف فقط تختار، إذا تقوم بالبحث على الموقع التالي عن طريق كتابة ما يلي. إذا اكتب jobs for people outside of USA، تكتب هذه الجملة ثم تضيف لها ended وهو الموقع الذي ستطلب فيه الوظيفة. بعد ذلك تضغط على الموقع، تدخل إلى الموقع مباشرة ستجد المعلومات التي أو الوظائف التي يمكنك التقديم إليها. إذا تختار الكاتيجوري، مثلا يمكنك اختيار الكاتيجوري مثلا التي تريد العمل فيه، مجموعة من الخيارات الأخرى لتخصيص البحث، ثم مباشرة ستنبثق لك الوظائف. مثلا هناك وظائف طرحت قبل يوم واحد فقط، تختار الوظيفة، مثلا تقرأ تفاصيل العمل، مثلا المبلغ الذي ستتقاضى في الشهر، العمل سيكون فول تايم، ثم مجموعة من التفاصيل الأخرى. إذا بعد ذلك تضغط على الأبلاي ناو، ثم تدخل الإيميل الخاص بك للتسجيل في الموقع، ثم مباشرة ستذهب إلى نافذة لملء المعلومات الخاصة بك. إذا لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ليصلك كل جديد، وشكرا.